عشان يجي يأثر فيك كشخص محتاج يكون كبير كثير، إن كان موقف، إن كان اسم، إن كان شخص معين بس تتذكره بيأثر فيك. ولكن أنا زلمة على قدي، في حرف واحد بيأثر فيه اللي هو الام، BMW X5 M Power Competition Package 2022. اوعك تفكر اني حابب السياره من زاويه واحده، من كل الزوايا، من كل مكان. يعني اول مره بحكي اني حابب ضوء سياره، انتوا فاهمين؟ ضوء السياره هذا البي ام دبليو ليزر بيم، ليزر مش زي الضوء اللي انت متعود تشوفه في السياره. ولكن الاحلى من هيك جريل السياره، الناس بتشوفه كبير ولكن شكله اجريسيف، وبيبين انه السياره اللي جاي عندك هاجمه مش داخله عليك عادي. حتى البامبر الجديد كيف صار شكله، منظره، اقول لك بديش احكي عنه، انت تطلع بس. متعودين على الامباور دائما الايروداينامكس عندهم مكانها بخوف، والموري دائما فيها حركه بتساعد في الايروداينامكس، زي الحركه الصغيره اللي موجوده هون. والمرايه طبعا البودي كيت تبعها من برا كاربون فايبر. جنط السياره بما انها كومبيتيشن باكج فهو مختلف عن اللي بيجي عن الاكس 5 ام العاديه، شكله بموت قد ايه حلو. عليها كوشوك ميشلن بايلوت سبورت 4S، لانه جد محتاجه كوشوك زي هيك. البريكس اللي موجودين على السياره 6 بيستنز، لانه سياره بهالحجم بدها بركات هالقد جبارين لحتى يمسكوها، والديسكس قدام وورا مخرمين، هذا الاشي بيساعد عشان تبريد البريك. بتشوف شكل السياره من بعيد بتحسها من ورا هاجمه ومن قدام اصغر شوي، هذا الاشي بسبب انه جنطها وكوشوكها الخلفي بيختلف قياسهم، هذاك 21 هذا 22. أربع فتحات للإكزوست، صوت السيارة من وراء عن جد حلو، الديفيوزر بلونه الأسود ببين إنه السيارة هاجمة عليك من بعيد. وصندوق السيارة، صندوق السيارة معلومة بس لحتى تكونوا عارفين، الإكس 5 من أول جيل إلها وهي بتفتح على نصين عشان يساعدك إذا معك أغراض تدخلهم براحتك. أما بالنسبة لمساحة الصندوق فحدث بلا حرج. شغلتين حلوين بالسيارة، الأولى نقشة الحزام تبعها، دائما عم نشوف نقشة الامباور عليه. شغلة تانية، اوبشن موجود في سيارات كتير تانية، ولكن في سيارة رياضية زي الامباور اني اسكر الباب ولحاله يكمل مش اشي عادي انك تشوفه. لاعبين باللايت بطريقة بتخوف، تقدر تتحكم في تقريبا اللايت بالسيارة من برا ومن جوا كله من السكرين، ولكن في الويلكم لايت حلو كتير زي خطوط بي ام دبليو دائما موجودين. عندي عم بلاقي هون امبيانت لايت بقدر اني اغير لونه، ولكن اجمل واحد بالنسبة لي هو اللي موجود هون. X5 M موجودة جوا الكرسي وبالليل بتضوي، منظرها بس تضوي يا الله. بما انها امباور فضروري انك تسمع صوتها، عليها سوفت ليمتر وهي صافي الصوت مش اعلى شيء، وهذا الاكزوست اللي هو الستوك، ولكن هذا هو صوت السياره هاي مع فتحه الاكزوست M مود. أنا أكثر شخص جد مبسوط في هاي السيارة، يمكن أكثر حدا جرب هاي السيارة كان مبسوط. يا أخي يا أخي امباور، يا أخي يا أخي والله يا أخي غير، يا أخي شو هالحلاوة هاي، شو هالحلاوة هاي. جماعة مبسوط من قلبي، جدا مبسوط في السيارة أكثر من ما أنتم متخيلين. في البداية رح أبلش أحكي في البرفورمانس، لأنه السيارة مجنونة، فرح أبلش أحكي في كمية الأحصنة الموجودة بالسيارة، راح أبلش أحكي في كمية القوة الموجودة، السسبنشنز والجير. جير السيارة الرياكشن تاعه سريع جدا جدا جدا، وفي إشي جدا جميل إنه على الجير هون عندي بقدر أتحكم بمدى شوط الجير، يعني شورت شيفتر بيكون أو ميديوم أو لونج، فأنا هاي هيك على الشورت. هلا بدي أدعس دعسة أفرجيكم بس على الشورت قديه بسرعة الجير بغير، وعلى اللونج قديه بيطول لغير، يعني بين الدوار هالدوار هذا بدي أدعس دعسة بسيطة جداً.
دقيقة أنا على جير أول. غير أوب الكاميرا وقعد. طبعاً ده توقع يعني. ولكن على اللونج اللي أفرجيكم نفس المسافة تقريباً. اسمع. عم بيطول أكثر على الجير الأول ما بتحس بالفرق، ولكن على الغيارات الأعلى بتبلش تحس عن جد في فرق هذا الموضوع وقديه فارق في هاي السيارة. هذا إشي حسب أنت وين عم تستخدمها، في الشارع، في الحلبة، في دوسة، ما بعرف وين عم بتستخدم السيارة، ولكن حسب وين عم تستخدم السيارة بيفرق معك الجير. فهذا الحكي بالنسبة لجير السيارة. جير 8 سرعات واضح جدا قديه مريح وسلس في التعامل. محرك السيارة، قلب هاي السيارة عبارة عن 4400 سي سي، 8 سلندر، 625 حصان توين توربو تشارج، مش توين باور توربو، توين توربو تشارج بي ام دبليو، وبيستخدموا هذا المصطلح في ميني كمان اللي هو توين باور توربو. توين باور توربو لا يعني توين توربو، توين توربو يعني توين توربو. فهي السيارة عليها 2 توربو، 4400 سي سي، 8 سلندر، 625 حصان على الدفع الرباعي لهي السيارة. 625 حصان. يعني اليوم بتدور على سيارة حلوة للعيلة، بعدين بتقول ما بدي إشي قوي، بتقول مش ملاقي، طب بدي سيارة قوية، بس ما بدي سيارة مزعجة لأنها قوية. يعني في كتير سيارات قوية تلقيها فوق 600 حصان وSUV وتوسع للعيلة، ولكن سيارة دائما قوية، سيارة دائما صوتها عالي، سيارة مزعجة. اليوم هون الصوت بعمل له هيك، وطي صوت السيارة. اليوم بروح للمود على الرود، برجع لكأني معي سيارة 300 حصان، ولكن برضه إذا بتدعس فيها بتجاوب، يعني هذا إنها ما بتجاوب، ولكن السيارة بتصير سيارة مريحة أكثر. على سيرة الراحة، طبعاً الإكزوست دائماً بشغله، الراحة في السيارة بنحكي كبرفورمانس، كسواقة للسيارة، سسبنشنز تعون السيارة مريحين جداً جداً جداً، ولكن لما تحطها على التراك مود بتصير ستيف وشادين، بتفاجئك بالهاندلينج والبودي رول. يعني اليوم السيارات الSUV بسبب ارتفاعها على الأرض وبسبب حجمها وكبر الشاصي تبعها، لما تدخل على كورنر بتحس جسمك بلف. هاي السيارة ما بتحس فيها هذا الحكي لأنه متعوب عليها، مشغول عليها بطريقة إنها تكون performance car. فأنا بلف ما عندي أي مشكلة، ما عم بحس في البودي رول. فمن ناحية الهاندلينج السيارة جبارة، وبتدخل معك على كورنرز براحتك تماماً. الإكس درايف اللي هو الدفع الكلي للعجلات عند بي ام دبليو، كل شركة لها اسم خاص فيها، واحدة إكس درايف، واحدة كواترو زي الأودي، واحدة زي المرسيدس فورماتيك، كل شركة بتستخدم نوع تسمية معين للنظام الدفع الكلي اللي موجود عندها. شكل السيارة من برا جميلة بكل تفاصيلها، جميلة بكل تفاصيلها. عليها أدابتيف سسبنشن، شو يعني؟ يعني بتتكيف مع الشارع وبتتكيف مع الطريقة اللي عم بتسوق فيها أنت. ارتفاع السيارة بيختلف، بينزل وبيطلع حسب أنت كسائق كيف عم بتسوقها، وحسب هي شو شايفة مناسب. وهذا الشيء عن جد بتحس فيه، تحس لما تسرع السيارة وطيت على الأرض صارت ماسكة جامدة، ولكن إذا ماشي أنت على الشارع براحتك سيارة ترفع بتكون ماشي بكل سلاسة زي ما أنا ماشي هلا. من برا الايروداينامكس ملعوب فيها جدا، شكل السيارة لونها الأبيض هذا معطيها رقي، ولكن الأحمر من جوا معطيها قديه السيارة اجرسيف، وبذكرك إنه معك سيارة قوية كتير مش شوي. المية وعشرين يعني هيك هيك. الجنط اللي على السيارة، الكوشوك اللي على السيارة، حكيت عن هالأشياء برا، ولكن ما بتقدر ما ترجع تحكي عنها. أداء البريكس تبعها برضو ما بقدر أرجع أحكي، مش عادي. بالنسبة للتكنولوجي، السيارة فيها تكنولوجي يعني حدث بلا حرج. اليوم النافيجيشن شغال فيها حتى لو بدون أبل كار بلاي، أندرويد أوتو معناهم موجودين، وايرلس،
ولكن اليوم النافيجيشن موجود عليها. طبعا عليها جستر، اذا بدي اكبس اي شيء مش مضطر اني المس من بعيد بقدر اني اشر عليه تلمس على هاي السياره. السكرين اللي موجوده، بما انه عم نحكي عن السياره من جوا، السكرين اللي موجوده فيها من جوا سلسه، جاي مع التابلو، فانا مو حاسس في شعور انه راكبه زياده ولا طالعه عن مكان، بالعكس متناسقه جدا مع السكرين اللي موجوده عندي هون. الديجيتال داشبورد اللي موجود، هاي الشاشه عليها كل المواصفات اللي انا بحتاجها. الكاميرا اللي على السياره يعني بتتنافس عيني، يعني هي وعيني بتنافس مين اوضح. جوا فيها كاربون فايبر بكرم، يعني مش بس حاط لي كاربون فايبر في مكان، كامل هذا كاربون فايبر، عند الابواب كاربون فايبر، عندي هون كاربون فايبر، حتى الماتيريالز المستخدمه زي الالكانترا هون، حتى ورا موجود السقف الالكانترا موجود، الكراسي تبعتها بتحركوا في اكثر من طريقه، عندي هاي مفصوله القطعه اللي قدام دائما عم نشوفها في الام باور، في الام 3، في الام 4، في الام 5، في الام 6، كله عم بتلاقي فيهم هاي، حتى في الام 8 عم بتلاقيها موجوده بتقدم وبترجع لحالها. الكرسي راحه طبعا، باكيت سيتس ماسكيني كثير، ماسكيني بطريقه مريحه جدا، مش مزعج انه باكيت سيتس. الباكيت سيتس دائما يا جماعه شيء يعني سلاح ذو حدين، مرات ممكن انه يكون مزعج جدا للي عم بيسوق، ولكن في هاي السياره ما بتحس في هذا الشيء، مريح جدا بسبب حجمه وبسبب البطانه اللي موجوده فيه. طبعا عندك الوان بتختلف، عندك نوع شكل الكراسي بيختلف، بس احنا معنا الكومباتيشن باكج، يعني اليوم معي انا اعلى شيء من بي ام دبليو اكس 5، هذا الماكسيمم. بس بدك تكون احلى من هيك، ما فيش احلى من هيك، انسوا الموضوع، انسوا 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 انسوا. يا جماعة تخيلوا الدقة والأكيرسي اللي موجودة في السيارة، مبينيت لي شكل السيارة أنها ماشية بالشارع، ومبينيت لي أنه عيميني في سيارة وعشمالي في سيارة، ولكن مبينيت لي أنه قدامي في شاحنة مش سيارة، حطيت لي حجم شاحن. تخيلوا لوين واصلة بس هذا على الداشبورد عندي موجود. طبعا أنظمة أمان موجودة بتتدخل بالوقت اللي أنت بتحتاجه، حتى إذا في حد عم بقطع من وراك سيارة بتوقف، حد عم بقطع سيارة من قدامك سيارة بتوقف. طبعا لين كيب اسيست وبلاين سبوت ولين ديبارتشر، كل هذا الحكي موجود في السيارة وأنا مغمض، يعني قبل ما أقرأ أنه موجود أو قبل ما أعرف أنه موجود أنا متأكد أنه موجود. عم تعطيني اللوكيشن، عندي هيد أب ديسبلي، على هيد أب ديسبلي عم يعطيني سرعة الشارع اللي أنا أعرف، يعني هلأ أنا محطوط ماشي في شارع مكتوب لي أنه سرعته 110، بس أنتقل إلى شارع تاني لحالها السيارة بتيجي بتقول لي صارت سرعة الشارع هذا 80 أو 90 أو بغض النظر. مسكة الإيدين هنا مريحة جدا، كمان مرة كاربون فايبر عم بشوف هون، هون بتحكم بالشبابيك بالموري أو حتى في صندوق السيارة اللي أنا حكيت شو بحب فيه صندوق السيارة. عندي هنا كمان كاربون فايبر، هون الجير التحكم فيه سهل جدا، هيك وهيك على الريفرس، هيك وهيك على الدرايف، بالنص على النيوترال، قريب من حركة الجير العادي. هذا إشي أنا شخصيا كل مرة عم بستخدمه برجع بحس فيه وبحبه أكتر، كل مرة عم بستخدم الجير عم بكون مرتاح أكتر. استخدام جير الإمباور من زمان قريب على نفس الطريقة، ولكن كل مرة عم بتحسن الأداء تبعه بشكل مبالغ فيه. بالنسبة للمودز تبعت السيارة من هون بتحكم بالدرايفنج مودز تبعت السيارة، بقدر أحطها رود أو تراك أو سبورت، كل واحدة منهم بتختلف بالكونفيجريشن. شو يعني؟ يعني بتختلف، واحدة سسبنشنز بتصير أقسى، واحدة السيارة بتوطى، سيارة بتعلى، واحدة منهم بيكون الريشيو تاعت الغيارات طبعاً أنت بتحددها، كل شيء منهم مختلف. هلا انت بدك تسالني هل كل مره انا بدي ادعس بالشارع مضطر اني اضبط الريشيو الجير واحط المود واحط الاكزوست واحط التراكشن كله بدي اتحكم فيه عشان اقدر ادعس؟ هذا الحكي لا مش موجود. ليش؟ بسبب هالكبستين الحلوين الموجودين هون، عندي ام 1 وام 2 موجودين، قبل هيك كانوا في الامباور مش شيء جديد، ولكن طريقتهم بشكل جديد اليوم عم نشوفهم، زي حتى اللي موجودين على الام 5 الجديده التعامل معهم سلس جدا. شو يعني؟ يعني اذا بكبس ام 1 بيطلع لي كونفيرم، انا بحط بعرف السياره انه في حاله انا كبست ام 1 بدي يكون السسبنشن مريح ولكن التراكشن كنترول اوف والمود يصير شوي رياضي، فبتصفي بكبسه واحده بتنتقل على هذاك هذيك الكونفيجريشن اللي انت حاططها. او بقول له انا بدي اياها ولا شيء، مثلا بالام 2 بقول له انا بدي اياها ما بدي تراكشن فيها، بالمره ما بدي اشوف تراكشن كنترول، بدي سسبنشنز اقصى شيء، بدي سياره على تراك مود، بدي الاكزوست شغال، بدي الجير بريشيو طويل، بدي الجير بريشيو قصير، بغض النظر شو انت بدك. مثلا
في ناس من اصدقائي اللي بيمتلكوا هاي السياره اللي سعيدين جدا فيها بيقول لي انا الام 1 حاطه للدراج، يعني مزبطه اني اكون عم بدوس مع حدا او عم بدعس مع حدا، ولكن الام 2 انا مصممه للتراك، بينزل فيها على تراك دي الزلمه. فبقول لك الام 2 بس اكبشه عندي على السريع، بصير الريشيو تاع الجير زي ما انا بدي، اداء السياره سسبنشنز ستيف زي ما انا بدي، ارتفاع السياره للحلبة، في كبسه بصير كل السيستم جاهز بالضبط زي ما انت قررت انه بدك يا يكون. وهذا اشي مهم جدا. ستيرنج السياره طول عمرنا بنحب ستيرنج بي ام دبليو، طول عمري بحكي عن ستيرنج بي ام دبليو، عن الهاندلنج تاع بي ام دبليو، جواب الستيرنج قد ايه دقيق في الحركه، مع انه كل ما كبرت السياره كل ما كبر حجمها زاد ارتفاعها على الارض بصير صعب انه تكون السياره اكيوريت، ولكن هاي السياره مليار بالميه دقيقه، منافسه جدا كاس في هذا الموضوع، وهذا اشي مش سهل. هلا لما تعطيني سرعه شارع 60 هاني عم بطلع على الشارع الرئيسي، تغيرت صارت سرعه الشارع عندي 100، وهذا يعني انه هي عم تعطيني بالضبط التفاصيل عشان لا سمح الله ما ادخل حتى اني اخذ كاميرا، هالقد مساعدتني. ولكن ارجع لموضوع الستيرنج، دائما عليه الام باور لوجو، كل حدا يحب يشوفه، دائما بحب اشوفه، انا بحبه كثير. السيت بوزيشن في السياره جميل جدا، بيتحرك فعلا لابعد مدى، طلعت فيه كثير، جربت انزل فيه كثير، هلا رجعت جربت اطلع فيه لتحت لقدام لورا. السبيكرز بالسياره بي ان دبليو، فالتعامل معهم بسيط والصوت عالي جدا ومش مزعج. انا شخصيا بركز على هاي الاشياء. عندي هنا التاتش باد، عندي هنا هاي انا بقدر اكتب عليها، فاذا بدي احط لوكيشن بقدر اكتب حرف ان ب اس بغض النظر، بصير ياخذني على محل ما انا عم بكتب. بتحكم في السكرين، فالسكرين بقدر اتحكم فيها تاتش او بقدر اتحكم من هون، انت حرف طريقه التحكم الانسب لشايفها. اذا بنزل هاي برجع بشوف كاربون فايبر كمان مره اكس 5 ام، وبرجع بشوف كومبيتيشن عشان يذكرني بشو يعني كومبيتيشن. حلوه 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 كثير يا عمي، كثير مش شوي، والله جدا جميل جدا جميل السياره. اوف يا زلمه، اوف يا زلمه، اوف يا زلمه، هذا حكي، هذا حكي، هذا كلام. هاي سياره، هاي قوه، هاي سياره اسوقها كل يوم ولكن استمتع فيها بكل مشوار بطلع فيه بسبب كميه القوه اللي موجوده فيها. سايق باحترام رواق ولكن دعسه. 625 حصان، 625 ماسكيني وبجروني معهم. صوت الاكزوست يا جماعة، صوت الاكزوست، صوت الاكزوست، صوت الاكزوست. سلام، ما شاء الله ما شاء الله، كسرنا الاغراض اللي معنا ما شاء الله. اي شخص موجود في هاي السيارة وراء راح يكون متسلي، ليش؟ لانه في انفوتينمنت سيستم، حجم السيارة مريح، ان كان كبير او صغير راح تكون عن جد مرتاح في هاي السياره من ورا. انفوتينمنت سيستم منفصل بين هاي السكرين وهاي السكرين، زون منفصل لك للتكييف، الكراسي الراحه اللي فيهم والستيتشنج اللي موجود مش عادي. اول ما تدخل على السياره بتلاقي علامه ام موجوده هون قدامك، البانوراميك سنروف وراك، ففعليا حتى اللي ورا مدلع، ولكن الفيو من ورا وانا بطلع لقدام، يعني اول مره بحب اقعد في سياره ورا قد ما المنظر حلو من قدام. حتى من ورا السيارة الرياضية زي ما حكيت في عندك علامة ام بتشوفها هون. وشي تاني، السماعات وفوقهم كاربون فايبر، فالكاربون فايبر مش بس قدام، في كتير سيارات ما عم نشوف الكاربون فايبر ورا، ولكن هون برضو كرموا بكاربون فايبر والألكانترا اللي موجود على جناب السيارة كاملة. ومن هون التكييف، حتى موجود هون عندي مدخل سي دي، عندي هون مدخل للسماعة وهون مدخل تاني، هذا يعني انه بيقدر اللي يكون قاعد ورا حاط سماعاته عم يسمع او عم يحضر اشي على السكرين ومش مزعج لحدا اللي قدام، واللي عم بيسوق برضه قادر انه يسمع ميوزك مختلفة عن الميوزك اللي ورا. ضروري يا جماعة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تاعت سترايم ميدل ايست على اليوتيوب هلا لحتى تشوفوا هالحلقة وحلقات تانية كتير، وأنا باسل مفرج وهذا سترايم.